الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى الصحابة الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ إن شاء الله في هذه المناسبة المباركة ديال العرس، ندعيو مع العريس وندعيو مع العروس. اللهم يا رب الأرباب، ويا من إذا دعو يستجاب، يا من هو الذي جمع بين هذا الشاب وهذه الشابة، اللهم كما جمعت بينهما اللهم ألف بينهما. آمين. وأخرج من صلبهما ذرية توحدك. آمين. اللهم يا ربي وحدهم ووحد قلبهما. آمين. وكما جمعتهما في الدنيا اجمعهما في مستقر رحمتك. هذا المجلس المبارك اللي حاضرين فيه اللهم لا تفرقه إلا بذنب مغفور. آمين. وسعي مشكور. آمين. وعيب مستور. آمين. وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة واجعلها ساعة إنابة. آمين آمين يا رب العالمين. العنوان اللي غادي نعطيه لهذه الكلمة هذه مختصرة باش نعقلوا عليها مزيان، هو الميزان باش نعيشوا في هذه الدنيا. هذه كل حاجة عندها ميزان. دابا هذا كاس ما نعرفوش واش كاس الجاج ولا كاس البرلار ولا شي حاجة، خصنا نديروا ليه العيار، واش هذه حديده ولا ذهب، نديروا لها العيار. فباش نعرفوا نوزنوا المعادن ديال الناس، الناس معادن، الناس معادن. حنا دابا المقاييس اللي عندنا ديال الفلوس، عنده الفلوس راه عنده قيمه، ما عندوش الفلوس كلامه مسوس، خطا. الفلوس ما يديروا والو، الطوموبيلات ما يديروا والو، الدنيا ما تدير والو. كاين الناس اللي عندهم الدنيا وعايشين في الشقاء، وشنو هو الحل؟ هو اللي غادي نقولوا دابا. الناس في التفاضل ديالهم اما تيكون الجمال ديالو، واما تيكون المال ديالو، واما تيكون النسب ديالو، واما تيكون الدين ديالو، واما تيكون الاخلاق ديالو. خمسه هادشي اللي كاين في الدنيا كاع، الرجال والعيالات، والراجل بغى يدي المراه، والمراه الا بغيت تدي الراجل. واحد العالم من العلماء ديال المسلمين سميتو الخوارزمي. الخوارزمي، هاد الخوارزمي الناس اللي متخصصين في الماط، راه الكلمه ديالو لا تتقرا دابا في العالم كله، تنقول ليه لوغاريتم، ال او جي لوغاريتم. هذا الناس المتخصصين، هاد لوغاريتم اللي جات من هاد الخوارزمي، هاد العالم المسلم. اش قال؟ عطانا واحد المعادله، قال لك الاساس اللي باش نوزنوا الناس عنده قيمه ولا ما عندوش هي الاخلاق. إلا كانت الأخلاق راه كل شيء، هو إلا ما كانش الأخلاق وخا يكون حاج 20 حجة، وخا يكون عنده الدينار ما نعرف شحال، وخا يكون ما تيخرج للجامع، ما يسواش داك الشيء عنده. ماشي أنا اللي قلتها، الرسول صلى الله عليه وسلم أش قال؟ جاو عنده قال يا رسول الله إن فلانة الفلانية صوامة قوامة، تتصوم بزاف فوق رمضان وتسقم بزاف فوق الفرض، ولكنها تؤذي جيرانها، اخلاق ما عندهاش. قال لها هي في النار. وقال لي فلانة الفلانية راه تتصلي على الفرض ديالها وتتعطي داك الشيء اللي على قدها، قال لي هي في الجنة. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لخص هذه الرسالة ديالو كلها في الأخلاق، وقال في الحديث اللي روانا الإمام مالك في الموطأ، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالصلاة تنصليوها باش يكون عندنا أخلاق، والصيام تنصومو باش يكون عندنا أخلاق، والحج تنحجو باش يكون عندنا أخلاق، والزكاة تنزكيو باش يكون عندنا أخلاق. فإذا كنا تنديروا هذا العمل وما كاينش أخلاق، راه هذا الإنسان صفر. لهذا هذا العالم هذا درنا واحد المعادلة كلشي غادي نفهموها مزيان. شنو هذه المعادلة؟ الأخلاق عطاها رقم واحد، ردوا البال، الأخلاق عطاها رقم واحد مزيان. أشنو آخر الناس اللي بخصو؟ الدين مزيان. الدين غادي نعطيو صفر، زيدوا على واحد شحال ولات؟ 10 مزيان. هاد 10 زدنا ليها المال، عنده المال، واحد فيراري ولا رولس روز، واحد الفيلا مزيانه، مزيانه سيدي، زدنا واحد صفر شحال ولات عندنا؟ 100. هذا عنده النسب، عائله عريقه وداكشي محترمه، حيت نقولوا فلان في البلاد كلشي عارفو، جدودو كلشي هذاك، تنديروا صفر شحال ولات عندنا؟ 1000. سدوا عندي الحساب 1000. وديك البنت ولا داك الولد داكشي الجمال، عنده جمال وعنده هيئه، معنى سميتو باللغه ديالنا بوغوس، بوغوس
زدنا لي صفر شحال ولات 10,000. وهذا الشيء اللي كاين دابا، المال والجمال والنسب والدين والاخلاق. هاكا شحال الناس على 10,000؟ حيد واحد شنو هو الاخلاق؟ حيد واحد اش بقى؟ كل شيء مشى، مشى المال، مشى الجمال، مشى الدين، مشى كل شيء، لان هذاك الواحد هو اللي اعطى قيمه لهذاك الشيء الاخر. الى حيدنا ذاك الواحد ما كاين. داك الشيء علاش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولد مع البنت، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قالش الدين، الدين والخلق فزوجوه، الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. حنا دابا شنو؟ فاش خدام؟ شحال تشد في الشهر؟ واش ضرب اتستا ولا ما اتستاش؟ راه واحد سميتو، هذا واحد سميتو سعيد بن المسيب، هذا من التابعين، هذا من العلماء الصالحين، هذا من الائمه. هذا عنده واحد كان تيقرا عنده سميتو ابو وداعه، ابو وداعه تيقرا عنده، مزلوط طالب تيقرا عنده. هذا سعيد بن المسيب عنده بنت ولد الملك، الملك براسو قال ليه شوف انا ولدي امير اللي غادي يجي بعد مني راه بغيت نزوجو البنت ديالك انت، عطيها لي. قال لي لا انا ما نتناسبش معاك وما نعطيكش بنتي ليك انت. ما بغاش يعطيها الملك اللي غيولي ملك من بعد، ما بغاش يعطيها ليه. وجا عند ابو وداع قال ليه ابو وداع واش ما تزوجيش؟ قال لي نعم، اش باش نتزوج ما عنديش. قال انا نعطيك بنتي. شتي الناس ما كانوش يقيسوا الفلوس والماده واش من طوموبيله عندك وشحال تشد المنظار، لان ها الطوموبيله غادي تمشي دي بنتك، ها الفيلا، ها لابيسين، ها الخدامه، ها الطوموبيله، ها الشيفور. فين الراجل؟ فين الراجل؟ فينا هو؟ مشى القصارات ومشى من هنا ومشى الفساد ومشى كل شيء. هذاك البنت هي تتسمى مزوجه ولا، ولكن ساكنين في براكه وتيجي بعد العشاء تيصلي العشاء ويجي للدار ديالو عند مرتو. هذا هو اللي مبغيت انا، اللي تيخاف الله في هذيك البنت. ان احبها اكرمها وان لم يحببها لم يهينها. يدير با يقول لي شوف هاد الامانه الله يرحمها، حنا تسول مناش هادشي البشر وداك الشيء ماشي ينفخ ليها وجهها ويضربها ويدير ليها داك الشيء. علاش؟ واش باها جالس يكبر 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 حتى تقادو الكتاف وتجي انت وتقول لي واه راه قلقاتني؟ قلقاتك؟ ودابا راه وليت انا نقول للبنات انا قبل ما تزوجوا عافاكم ديروا لاصال الكاراتي، شدي لا سانتير نوار، يهز يديه يهز رجليك وحنا حتى قدينا. لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا يضرب خياركم. الاخلاق خصنا الاخلاق، الاخلاق. الراجل يتعامل مع المراه بالاخلاق والمراه تتعامل مع الراجل بالاخلاق. داكشي علاش قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم تنكحوا المراه لاربع، لدينها ولحسبها ولجمالها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه المعادله. لا اي حاجه في الدنيا ما عندها قيمه الا حيدنا ذاك الواحد. ايوا دابا خصنا نتعاندوا في الاخلاق، نتعاندوا حيت نشوفوا الاخلاق وداك الشيء مع هذا السيد هذا الله يجازيه بخير ويبارك لي في هذاك. انا تنشوفه ملي جلس هذاك بغيت نهضر معاه الوجه ديالو تيطلع فيه الحموريه، الحياء باين فيه الحياء. تصيب لك شي واحد مقصدر ويرد عليك الهضره يقول لك هكذا قال الحياء. فالحياء شعبه من شعب الايمان. انا تيقول لك الايمان بضع وسبعون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله وادناها امامه الصراط على التاريخ، والحياء شعبه من الايمان. الحياء ما تنوليش انا تنخاف من الضوء الاحمر ولا من البوليسي ولا شي حاجه، ولا انا تنخاف من الله، تنستحي منه، تنستحي عندك يشوفني في شي معصيه ولا شي حاجه وهو لا تخفى عليه خفيه. راه ماشي رادار هذا ولا بوليسي هذا ولا سميتو مراقب هذا، هذا الله سبحانه وتعالى. ان ربك لبالمرصاد. لهذا اللي نتواصلوا بيناتنا هو نتنافسوا ونتعاندوا في الاخلاق، والاخلاق في كل البلاد في العالم. ما فيهاش هاد البلاد هادي لا هادو الاخلاق، لا الاخلاق فين ما مشيتي الكرم في كل شيء. ومن الاخلاق الابتسامه، وابتسامه تبسمك في وجه اخيك صدقه.
ايوا الانسان حيت ينوض من النعاس هو المرا ديالو تبسم في وجهه يتبسم في وجهها واو ما هي هو مشعكك وهي مشعككه وتيشوف فيها شي يشوفها وداك الشيء فين هادشي هذا وتبسم تبسم راه حيت تبسم راه تتنشرح انت وتتنشرح هي وانا تنصيبوا لك قبل الزواج يا ابتسام هذا ويا كومبلكس هذا وداك الشيء غير تيضرب العقد وصافي وحنا بدينا في تغوبيش لا بحال شي واحد هو والمراه ديالو المراه شنو تدير كانت تقول ليه اتاج راسي هذا سميتو كذا كذا وحيت شاف داك الكلام اللي تقول وقال هذه السيده هذه زعما راه غرقتني بهذا المدح وداك الشيء راه ما كاينش شي خير اللي زعما ندير ليها هو غادي نمشي ندير القرعه باش ندير الحج جات القرعه مشاو ويا الحج دوزوا الحج رجعوا المراه ما بقات تقول لي حتى كلمه من داك الشيء قال لي الحجه في دوك الكلمات قال لي دابا حجينا ما بقاش كذوب زعما كاع داكشي كنت غير كذوب شطينا هاد الهضره علاش انا ماشي تاج راسك انا ماشي مول الدار انا ماشي عبارة الدار خصنا نكونوا صديقين انا الراجل يقول والمراه خصها جوج حوايج يوميا الرجال كلكم لا الكبار لا الصغار يوميا العيالات يخصهم جوج حوايجات باغينهم الاولانيه حطلت لك الماكله الفطور قول لها تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه انا لا واخا تحط لك غير زيت والزيتون والله العظيم وانت تعرفي تحطي داك الشيء وتبوزيه مزيان وداك الشيء تبار والو طويلات الكبار والريستورات كاع ما يعرفوش هذا الشيء هذا راه خصها المدح حتى تمدحها حيت لبس قول لها صبر انا لا ستوندار ستوندار واللي لبستي واتيك وزعما انت سبحان الله داك الشيء هذاك راه يعجبها الحال وعرفتي الغدا اش غادي دير ليك وتصاوب ليك الماكله ديال سانكي طوال ديال سميتو هذا لان انت مدحتيها وانت جاي تاكل بحال اللي راه بالسيف عليها خصها دير داكشي جوج حوايج مدحها في الماكله ومدحها في اللباس فحيت دير هذاك الشيء غادي تستقبلك في الباب وتفرح بيك علاش لان وحنا فينا هو ما تنقولوا لك كلام زوين وسيد ربي قالها في القران وقولوا للناس حسنا الا قال سيد ربي للناس كلهم يقولوا حسنا المراه ديالك هي الاولانيه شي كلمه زوينه شي سميتو هذاك الشيء حنايا صافي بحال دخلنا لهذا الزواج هذا باش ندحسوا ها هي مدرقه ها هي تقول كل نهار تقول واحد در السلامه الله يدوز النهار بخير تيدوز داك النهار الحمد لله داز الامور وانا لا احنا تزوجنا باش نتعاونوا على طاعه الله ويلا قلقتيني ولا شي حاجه شوفوا الاخلاق هذا واحد من اولياء الله الصالحين تناقش مع المراه ديالو قالت لي المنافق هذا هو ولي من اولياء الله الا طلب الله دابا شتا تطيح ان من عبادي من اقسم على الله ابراه ما تيحنتو سيد ربي ايوا شنو غادي يدير هذا الرجل قال لي حتى واحد ما فاق بيا الا انت كاع الناس كانوا ضاربين حبل فيا ولكن انت فقتي بيا قال لك ودوز على الشيطان لعنه الله قالت لي المنافق صافي اما حنا انا منافق الفعل التركه والناس يبوسوا لي يديا والناس يجيبوا لي سميتو هذاك الزياره وانا يعطوني الفلوس وداك عرفتي لا انت نهزمتي لان المراه تقلقات قالت لك المنافق يقول لي اش قال هذا العفيف بالله قال لي حتى واحد ما فاق بيا الا انت حيت تدخل المراه وتقلق وكل شيء تقول لك ولك انت راجل اعطيني براسي اش دير عرقتك يا قال لي شكون اللي قال لك انا راجل انا ما راجل والو لا ما راجلش انا ما راجلش وانت بردتي القضيه هكا اللي خصنا كي ندير انا الابليس لعنه الله غادي نحاول ننتصر عليه بحال شي واحد تناقش هو والمراه ديالو نعسها سيا فوق الناموسيه هو نعس في الارض ما عندهمش البيوت فين غادي يسميو في الارض في اللي طلع فوق الناموسيه قلت ليش قطعتي قال لي طحت قالت لي طحت علاش الناس يطيحوا من الفوق لتحت ولا من تحت لفوق قال لي الجاذبيه ديالك اكثر من الجاذبيه ديال الكره الارضيه انا طحت عندك انا وضحكوا تصالحوا ايوا هكا اللي خصنا الحياه الزوجيه خصها اخلاق خصها الصبر الا ما درناش هذا الشيء راه ما كاين والو فلهذا نعقلوا على هذا واحد 10000 الى حيدنا واحد ولا اصفار الى زدنا واحد كلشي ولا عنده قيمه وهذا الواحد هذا هي الاخلاق نطلبوا الله عز وجل اللي يحسن الاخلاق ديالنا والسلام عليكم ورحمه الله